طيب خلينا نروح لكره بلس نيو لوك لبيرسي تاو للوهله الاولى كده اول ما تشوفه. ايوه حلو قوي، كبرت الصوره اهي ووضحتها للناس. اول ما تشوفه كده تفتكر مين؟ جيرالدو لاعب الاهلي الانجولي اللي كان موجود في صفوف الفريق واللي حقق النجمه التاسعه مع النادي. للوهله الاولى كده تشوف تحس انت شايف جيرالدو، بس امكانيات بيرسي تاو اعلى بكتير. انا عندي ثقه يا جماعه في بيرسي تاو، ده مش طبيعيه، لعيب تقيل، لعيب مميز، لعيب برايتون الانجليزي، لعب في الدوري البلجيكي، لعب يعني من افضل اللعيبه في افريقيا والله بدون مبالغه. الحظ او التوفيق ما كانش حليفه خلال الموسم الاول ليه مع النادي الاهلي، لكن حاسس ان جمهور الاهلي عنده ثقه كبيره جدا فيه برضه. الراجل عامل ريفريش كده لنفسه، حلق خالص شعره، اول مره نشوف بيرسي تاو بالشكل ده، فواضح ان هو يعني مركز. على فكره الحاجات اللي زي دي برضو تديك مؤشرات. اللي عجبني كمان في بيرسي تاو، الناس كانت رابطاه دايما بموسيماني، ان موسيماني هو اللي جابه فموسيماني مشي فهيمشي مع موسيماني. لا، هو الراجل موجود مقدر جدا قيمه النادي الاهلي، وواضح من خلال تمسكه تمام بالاستمرار مع النادي الاهلي ان هو عنده حاجه عايز يقدمها وعايز يحسن الصوره، عايز يقول يا جماعه انا في نادي كبير وانا لعيب كبير عايز اقدم حاجه كويسه قبل ما امشي في يوم من الايام. فكل الدعم والمسانده بيرسي تاو والثقه كمان في امكانياته، وان شاء الله باذن الله يكون مؤثر مع الاهلي هذا الموسم.